فوق. قعدوا هنا، قعدوا هنا على مهلكم. اشرب. ايه فوق فوق. الصينيين بيتغذوا كويس. امسك يا صاحبي. ايه تمام؟ انت كويس؟ شيشني. كويس يعني؟ شيشني. تاكسي تاكسي تاكسي. اول سور الصيني يابا. الصيني يابا. يو ار جود مان حبيبي. يو ار جود مان. يلا في حفظ الله. انت جود. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة عم بروسلي. رعاية الله. شيشي مش عارف تلاقيه رافيع له كاسين ايه مطرشمينه. هم الصينيين كده بيشربوا ليل ونهار. يا عم كاسين ايه ده؟ لابس نظاره كعب وكوبايه. ده مثقف. ده ما خدتش بالي بصراحه ان هو مثقف يا اخوي. شفتش موبايل هنكش؟ صباح المصالح. الو ايه يا سيح؟ عامل ايه يا زميلي؟ ايه بقول لك انت في المحل؟ طب انا جاي لك دلوقتي حالا. انا معايا 4 عدد في الجون. موديل السنه. لا ما انت هتظبطني مش زي المره اللي فاتت. وتصبحني كمان على فكره. ماشي احلى مسا عليك يا زميلي. يلا سلام يا صاحبي. سلام شارب عزيز يا اسطى. انما انت ازاي صيني وبتتكلم مصري زينا يا جدعان؟ عشان انا مصري وابويا مصري. ابوك مصري وسماك دايلانوس؟ عادي يعني، ما انت ابوك خلفك ظابط ومسميك ايه يعني بلسم. اوه عبها لك ورد بسرعه. قصف جبهه. ايه يا جماعه الراجل ما غلطش. شوف مصري ولا مش مصري احنا انتهينا. امنعوه بالقوه. انت مالك يا عم داخل فينا شمال ليه كده؟ بقول لك انا ممكن اجي معاك سكه بس بالطريقه مش قدامهم. ايه يا ابني هو انت مش معاهم؟ لا معاهم مين بقى؟ اللي عايشه معاهم بصراحه شقه. هم كل يوم يصحوا من الفجر يقعدوا يلفوا ويصطادوا ويطبخوا لحد ما يناموا، وانا بصراحه ماليش في الفرق ده. لا ده انت كده هو مصري مصري. الله يكرمك يا ابله. وعلى فكره انا مش مرتبط. معلش انا اسفه انا مش قادره اخد ودي معاك في الكلام يعني، لان انا ما اعرفش انا مرتبطه ولا لا. والله انا لو فاكره ما كنتش اتاخرت. طب ما قلتش ليه بقى يا شبح من بدري انك بتتكلم عربي؟ انت مالك يا شبح وانت بق ايه؟ رد ردود سريعه ومضحكه ولا ابله فهيته والله. قصف جبهه. يا جماعه انتوا بتسخنوني عليه وهو ما قالش حاجه غلط على فكره، انا فعلا مش بقه. بقول لك ايه يالا؟ اتكلم عدل ها؟ انت بتكلم ظابط. لا ظابط مين بقى؟ الكلام ده عندها في الهوللي. انما هنا بقى اللي يجي على اوتي يبقى ناوي على موتي ولا يعمل ارموتي. بس على بس على ما تتشطروا على اللي عامل محمد رمضان ده. يقول لك اللي يجي على جوتي يبقى ناوي على موتي، بعد شويه يقول لك ثقه في الله الواحد تصير رقم واحد. ما تديله سوبليتس واخلص. خلاص خلاص انا اتصرف معاه. ولا لولا احترامي وبكبر المعلم بتاعك جيت لي كنت زماني دفنتك هنا. طب لا 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 استنى. ايه اجي اقول ايجي شلي وتشينغوا. شفت القذر؟ يعني ايه؟ بقول لهم الحقوا ودايلا نسمع حكايه. حكايه؟ لا 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 ده انا بقول لهم في منكش وعوا. في ايه؟ منكش وعوا. ايه منكش دي؟ ده انا عمري ما اعرفها. منكش منكش؟ ايه ده في ايه؟ خالك يا اخويا. يا جماعه بس يا جماعه بس بس بقى المايه دي ما ينفعش تبقى مشاع. احنا نقعد مع بعض ونتفاهم ونختار واحد مننا يشرف على المايه ولا ايه يا كابتن؟ اسمعوا النهايه بقى يا جماعه. بما اني راجل قانون وبما اننا في الغابة فاحنا هنطبق قانون الغابة. احنا هنموت بعض كلنا واللي هيتبقى عايش هو اللي هيتحكم في المية ويوزعها علينا. انا بنوزعها رحمة ونور يعني قصدك؟ بالظبط كده. بقولك ايه احنا اتفقنا خلاص. اتفقتوا على ايه؟ هنعمل مسابقة كده رياضية واللي هيكسب هو اللي هيمسك المية. اوكي يا جماعة احنا موافقين. موافقين ازاي؟ ازاي نوافق؟ ده حاجة صعبة جدا. ندخل المنافسة الرياضية معاهم. ازاي يا سليم بيه؟ احنا كده هنروح في اللطزانة. لا اللطزانة وانا موجود. ايوه صينيين صينيين. هم صينيين واحنا مصريين. ما تخافوش يا اولاد، مهم ننجح وبإذن الله بإذن الله هناخد الدوري الصيني.